طيب لما نيجي على مسألة في الدائرة الموضحة بالشكل، احسب شدة التيار المار في المقاومة 3. عايزين نحسب شدة التيار المار في المقاومة 3. طبعا ده مسألة على كرشوف. ايه رأيكم لما نيجي نشيل السلك ده ونحط السلك ده كده، نشيل ده كده ونشيل ده كده ونخلي السلك كده، ما عملناش حاجة لأن مفيش مقاومات. إذا يمكن إعادة رسم المسألة بالشكل الجديد. يمكن إعادة رسم المسألة بالشكل ده كده، بالشكل ده، بالشكل ده كده. يبقى هي نفس المسألة، بس احنا وصلنا السلك دهوت، وصلناه بهنا، والسلك ده كده وصلناه هنا، بقت بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، بالشكل ده. بالشكل ده. أول خطوة بنعملها بنعمل إيه؟ عندنا التيار اي 1 وهنا التيار اي 2، يبقى فين نقطة التفرع؟ النقطة دي اسمها نقطة التفرع، ممكن نسميه دي مثلا اي بي سي دي اي اف. طيب فين نقطة التفرع؟ ما ينفعش اي ولا بي ولا دي، ولكن نقطة التفرع ممكن تنفع اف او سي. يبقى نعود نفسنا دايما نطبق كرشوف الاول عند نقطة التفرع، ممكن نطبقه عند السي، ممكن نطبقه عند الاف. طب الاي 1 داخل، الاي 2 داخل، اللي مطلوب عندنا مين؟ التيار اللي مر في هذه المقاومة. يبقى مين اللي هيبقى موجود عندنا؟ اللي هو نعتبر بما ان دي داخلة ودي داخلة، يبقى 100% نقطة التفرع ديت دي خارجة، ونسميها اي 3. يبقى المجهول عندنا مين بقى في الحالة ديت؟ اللي هو اي 3. طيب اول خطوة نعمل ايه؟ نطبق كرشوف الاول بتطبيق كرشوف الاول عند نقطة التفرع. تطبيق نكون 3 معادلات، نطبق قانون كرشوف الاول عند نقطة التفرع، وليكن عند النقطة، عند النقطة اف. طيب نقول اللي يقوم بنص عليه، بقول ان مجموع التيارات الداخلة بيساوي مجموع التيارات الخارجة، او ممكن نقول مجموع التيارات المتلاقية تساوي صفر، نفس المعنى. تعال نعوض كده. إذا قلنا المتلاقية يبقى نعوض هنا التيار اللي داخل بالموجب للنقطة دي، النقطة دي كده التيار ده يبقى I1 بالموجب لأنه داخل هنا، والI2 بالموجب لأنه داخل هنا. يبقى نقول هنا I1، هنقول I1 زائد I2. ليه قلنا I1 بالموجب؟ لأن الI1 داخلة للنقطة دي والI2 داخلة، بينما الI3 بالسالب، الاي 3 او تعتبر خارجه، يبقى اللي داخل موجب او داخل موجب واللي خارج سالب. يبقى نقول هنا سالب اي 3 بيساوي صفر. ممكن نقول اي 1 زائد اي 2 دي بالسالب، عدها بقى تانية يبقى اي 3، يبقى مجموع التيارات الداخل يساوي الخارج، ونحطها في اطار كده اهوت، ونسمي دهيت المعادله الاولى. في تصحيح الامتحان بيعتبروا ان دي لها نص درجه ودي نص درجه، كل شوف عليها 4 درجات مش شرط بالشكل ده. ناخد بقى كل شوف الثاني في المسار العلوي، نطبق كل شوف الثاني، وفي المسار السفلي نطبق كل شوف الثاني ايضا، عشان نكون 3 معادلات. يبقى ناخد بقى في المسار المغلق العلوي، مثلا في المسار المغلق العلوي ممكن نسميه A B C F A. بنص يكون على ايه؟ على ان مجموع
القوة الدفع الكهربية بتساوي مجموع فروق الجهد اللي هو الاي في ار. حطي تساوي تحت تساوي على عوض كده. قبل ما نطبق المسار في بطاريتين، فاحنا لازم نحدد الاول، نفترض اتجاه معين بحيث اللي هيمشي معانا هيبقى بالموجب واللي هيعاكس السهم ده يبقى السالب. لكن مطلق الحرية ممكن تاخده كده عكس عقارب الساعة، ممكن تاخده مع عقارب الساعة. انا افضل اخده مع عقارب الساعة كده كده بهذا الشكل. ليه؟ علشان القوة الدافعة بتخرج منين؟ من قطب الموجب. فطبعا ده اربعة، لكن دي كام؟ الاربعة البطارية دي هي مع عقارب مع اللي احنا فرضينه، والاتنين عكس اللي فرضينه. تعال نعوض كده. هنعوض ازاي؟ هنشيل البطاريات ونحط في البطاريات كام؟ اربعة ناقص اتنين. ليه اربعة ناقص اتنين؟ لان الاربعة مع السهم اللي احنا فرضينه. الاصطلاحي احنا دايما في البطارية بنبص على الاصطلاحي، الاتجاه القطب الموجب اللي هو التقليدي، اتجاه التيار التقليدي هنا يبقى مع اللي احنا فرضينه يبقى بالموجب الاربعة بالموجب. لكن الاتنين الاصطلاحي او التقليدي بتاعها عكس اللي احنا فرضينه فيبقى بالسالب. تعال نشوف بقى ايه الاي في ار يساوي الاي في ار. عندنا في الاي في ار هنا الاي 1، الاي 1 مشت في مين؟ في المقاومة واحد. فنقول الاي في ار، طب ما الار موجود، نقول واحد اي 1، نحط هنا اي 1 اي 1. طب يا ترى اي 1 بالموجب ولا بالسالب؟ تعال نبص كده، احنا فرضين كده عكس عقارب مع عقارب الساعة، والاي 1 عكس عقارب الساعة، اذا لازم الاي 1 اشارتها سالب. تاني النقطة دي، احنا فرضنا الاول الفرض اللي هو مع عقارب الساعة، التيار اي 1 اتجاهه مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، بس اللي احنا فرضينه يعني ده عكس ده، ده ماشي مع عقارب الساعة وده ماشي عكس عقارب الساعة، فالاي 1 بالسالب. لازم نحط هنا ايه؟ اشارة ايه؟ اشارة سالب. هنا اشارة سالب. طيب تعال نشوف بقى مين اي 2. اي 2 هدي من هنا لهنا اي 2 2 اي 2، الار ب 2 يبقى 2 اي 2. طب والسهم مع السهم، مظبوط كده، لان احنا بنتكلم على الدائره اللي فوق بس، يبقى نقدر نقول زائد، هنقول زائد 2 اي 2. يبقى نحط هنا زائد 2 اي 2. يبقى شكل المعادله الجديد ايه بقى؟ 2 يساوي سالب اي 1 زائد 2 اي 2، ونحطها جوه اطار كده اهوت، ونسميها المعادلة رقم 2. المعادلة رقم 2. وبالمثل ناخد برضو المسار، هو المسار السفلي. هنقول في المسار السفلي نطبق كرشوف التاني. نقول في المسار السفلي اللي هنسميه F C D E F. طبعا قبل برضو ما نقول مجموع الفي باتري، مجموع القوة الدفعة بتساوي مجموع فروق الجهد اللي هو اي في ار، لازم نفرض الفرض هنا سهل جدا. ليه؟ لانها بطارية واحدة، ودايما نفضل الاتجاه اللي مع الاصطلاحي. افرض واحد فرض عكس، يعني دلوقتي هنفرض كده اهو عكس عقارب الساعة، لان الاصطلاح هنا ماشي وكأن الدار اللي تحت تيارها ماشي عكس عقارب الساعة. انا فرض كده، افرض واحد فرض العكس، مش مشكلة، بس هيبقى اختلاف في الاشارة بس ويطلع نفس الناتج. تعال نعوض كده. الفي باتري هنا هي بطارية واحدة، يبقى الفي باتري بكام؟ باربعة. يساوي الاي ار، تعال نشوف الاي ار هنا. الاي 2 2 اي 2، والسهم مع السهم، او سهم الاي 2 مع السهم فرضين، يبقى موجب 2 اي 2. يبقى هنا 2 اي 2.
اتنين اي تو. تعالى اي ثري، اي ثري مشت في مين؟ في تلاتة، يبقى تلاتة اي ثري، والسهم مع السهم يبقى زائد تلاتة اي ثري اللي هو المجهول ده كده اي ثري، ونحطها جوه ايه اطار، ونسمي المعادلة رقم كام؟ تلاتة. معادلة رقم تلاتة. يبقى دلوقتي عندنا التلات معادلات اللي لونهم احمر، دي الاولى التانية التالتة. خلاص يبقى كده دي عليها نص درجة، ده نص درجة نص درجة، ودي نص ودي نص ودي نص، يبقى ده تلاتة. دخولها في الآلة الحاسبة الدرجة الرابعة ازاي؟ أول حاجة بنروح الآلة الحاسبة، ونحاول نختار المود اللي هو زرار المود، ونحاول نختار كويشن اللي هي المعادلة، ونبدأ ندخل. هيدي لك تلات حاجات، ندخل معامل، معامل ده يعني نقول واحد زائد واحد، طبعا واحد يساوي، واحد يساوي لأن المعامل ده واحد، سالب واحد يساوي لأن المعامل ده سالب واحد، صفر يساوي، يبقى المعادلة الأولى. هتنقل على طول اوتوماتيك على المعادلة التانية. زي ما احنا بدأنا بأي ون لازم نبدأ برضه هنا بأي ون. طيب نقول سالب واحد يساوي اللي هي انتر، بعد كده اتنين يساوي، طب اي ثري مش موجودة، نحط الصفر يساوي، بعد كده نحط بقى مين؟ الاتنين يساوي. تنقل على المعادلة التالتة، الاي ون مش موجودة، هنحط الصفر بتاعت الاي ون ده مش موجودة يساوي، بعد كده اتنين يساوي، بعد كده تلاتة يساوي، بعد كده اربعة يساوي، يطلع لنا اربع نواتج. الناتج الاولاني هيسمى اي 1 لان احنا حاطين بالترتيب اي 1 اي 2 اي 3. الناتج الثاني هيبقى اي 2، الناتج الثالث هيبقى اي 3، وهو ده اللي هيبقى مطلوب في حل المساله. لما نيجي نشوف ايه الفرق بين مجموعة براكت ومجموعة بالمر، احنا قلنا هي تنتج عن عودة الكترون من اي مستوى اعلى، اتفقنا بهذا الشكل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، براكت اللي هي رقم اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى تنتج عن عودة الكترون من اي مستوى اعلى الى المستوى الرابع. طبعا دي النواه الموجبه مالهاش علاقه بها دلوقتي. يبقى هي مجموعه براكت تنتج او طريقه انبعاثها عند عوده الالكترون من اي مستوى اعلى، ممكن يرجع من السابع للرابع، من السادس للرابع، من الخامس للرابع. اما مجموعه بالمر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، بتتميز لما يعود الالكترون الى المستوى الثاني. فإذا عاد الإلكترون من أي مستوى أعلى، من أي مستوى أعلى إلى المستوى الثاني هتسمى سلسلة بالمر. ودي تقع في المنطقة غير المرئية اللي هي تحت الحمراء انفراريد، ودي تقع في المنطقة المرئية اللي هي مجموعة بالمر. تعال بالنسبة للرسم البياني، الرسم البياني بالشكل ده هو نفسه قال ايه؟ قال في الرسم البياني ده اف التردد بالهرتز، واكس ال بالاوم اللي هي المفاعله الحسيه. هو وضح هنا قال لك بحيث تكون الاكس ال على المحور الراسي، يعني كده اهوت على المحور الراسي، ونرسم اهو المحور الراسي بالشكل ده. اكس ال ده اكس ال، وقال بعد كده على المحور والتردد على المحور ايه؟ التردد المحور ايه؟ الافقي. التردد على المحور الافقي،
اهوت التردد على المحور الأفقي. طيب هنيجي بقى بالنسبة للتوزيع الأرقام. الـXL أكبر رقم كام؟ 300. أول رقم 100، تاني رقم 150، ده في زيادة 50 بس. لو قلنا 100 200 300 نبدأ بـ100، لكن هو يعتبر نبدأ بـ50. ليه نبدأ بـ50؟ لأن كل مرة زود 50، فده صفر. لو جينا على الرسم كده وحطينا هنا ده صفر، ده اسمها نقطة الأصل صفر. يبقى لو حطينا هنا 50، نحط هنا كام؟ 100، هنا 200، هنا 150. كل مرة إذا زودنا 50 يبقى بحسب المسافات متساوية. يبقى هنا 200، يبقى هنا 250، هنا لغاية كام؟ 300. طيب واضح ازاي؟ لا، بالرغم ان هو وضع هنا في الاول كام؟ وضع في الاول 100، الاكس ال وضع اول رقم 100. بعض الناس بتغلط 100 تقول 100 200، لا، اذا قال 100 200 خلاص نبدا ب 100، لكن هو زود كل مره 50، او كل مره 50. يبقى كان كل مربع من دول، كل مربع من دول كده 50. تعال نروح على مين؟ على التردد. التردد قال 20 30، كل مرة زود 10، 20 30 40 50، يبقى لازم نبدأ بـ10. يبقى نبدأ هنا بـ10، هنبدأ كده بـ10، 20 30. ممكن هنا في الحالة دي نسيب خانة، لأن في مجال واسع شوية، ممكن نقول 10، 20 30 40 50 60. ممكن نكمل هنا 10. سيبنا مسافة، سيبنا مربع، سيبنا خط بالشكل. ممكن نقول 10 20 30 40، بس إذا سيبنا مسافتين في كل مرة نسيب مسافتين. تعال نشوف كده. عند الإحداثيات، عند المية عشرين، بص كده، عند المية 20 كده، عند المية، عند العشرين 100. طيب عند الـ30 150، يبقى 150 اهيت، وهنا 30. عند الـ40 200، عند الـ200 اهوت 200، هنا 40، 40 اهيت بالشكل كده، عند، وهكذا. بتلاحظ ان تطلع خط ايه؟ مستقيم بالشكل كده، تطلع خط مستقيم بالظبط بدقة بالشكل كده، نوصل بالشكل ده. يبقى دلوقتي من الرسم احسب الحس الذاتي. احنا عارفين القانون ده اكس ال، يبقى اكس ال بتساوي ايه؟ اكس ال بتساوي 2 باي اف ال. اللي مطلوب من هنا بقى مين؟ ال هنظهر اهوت ال، ده اللي مجهول. طيب لو جبنا الميل، السلوب بيساوي ايه؟ السلوب بالميل، السلوب بيساوي فرق الصادات. لو خدنا مثلا دي كده، لو خدنا دي كده فرق الصادات وليكن مثلا 100، فرق السينات كام؟ 20. طب فرق الصادات اسمها ايه؟ فرق الصادات اسمها اكس ال، ما ده هي كده اهوت، ده ايه اسمها؟ اكس ال، اكس ال، ودي اسمها ايه؟ اف. يبقى نقسم الاكس اللي نعدلها الاف، يبقى لنا الميل عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باي اف. خلاص، يبقى اصبحت معادله ذات مجهول واحد في اف. الاكس اللي بكام؟ الاكس اللي هنا ب100 مثلا، على
الاف بكام؟ ب20، اللي هي المسافة دي 20، هتساوي 2 باي اللي هي 2 في 22 على 7. يبقى مين اللي موجود عندنا؟ اف. اف ازاي نجيب اف؟ بسيطة بقى، لو خلينا اف في طرف تساوي ال ال في طرف دي ال، معامل حس ذاتي ال، معلش معامل حس ذاتي ال، لو خلينا ال ال دي في طرف تساوي ايه؟ هتساوي نكتب المية على العشرين زي ما هي، ولما نيجي نعد ديت القسمة بنقلبها لضرب، لو قلناها لضرب تبقى 7 على 22 بهذا الشكل. لما نيجي نختصر الصفر مع الصفر، على 2 فيها 1 على 2 فيها 5، يبقى نقدر نقول ال بيساوي 35 على 22 هنا.